الفيديو ده انا اتكلم على الجنرال بكتيريولوجي او جنرال مايكروبيولوجي. الجنرال بكتيريولوجي حاجه جافه جدا، فعاوزين ايه نبسطها بقدر الامكان. هنيجي نتكلم على البكتيريا السالبه. ليه سموها بروكاريوتيك ما سموهاش ايو كاريوتيك سيل؟ ايو كاريوتيك سيل اللي هي السيل بتاعتنا احنا، بتاعت بدايه مين؟ ماميليانز. الايوكاريوتيك سيل بتختلف عن البروكاريوتيك في حاجات كتيره قوي. اول اختلاف ان البروكاريوتيك سيل لها فيري ديفاين ثيك سيل وول. السيل وول بتاعها جامد جدا وقوي جدا، لان فيه تركيبات هنقولها حالا اسمها البيبتايدو لايكان. الايوكاريوتيك السيل بتاعتها يقول is very primitive. very primitive يعني ايه very primitive؟ يعني بسيط خالص. ليه؟ لان الايوكاريوتيك او الهيومن او الاي بتلاقي ان السيل دي بروتكت السيل دي وسيل دي بروتكت السيل دي وسيل دي بروتكت السيل دي، وبالتالي لا داعي لريجيد سيل وول. هنا الخليه دي بتعيش لوحدها خالص، مفيش حاجه بتسندها، فلازم تكون ريجيد سيل وول. يبقى ده الفرق بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك. تعالوا نشوف فرق تاني. البروكاريوتيك في السيتوبلازم بتاعها فيها 1 كروموزوم فولدد ابون اتسلف، شريط كروموزوم دي ان ايه. الايوكاريوتيك في نيوكليوس وفي مور ذان 1 كروموزوم، 22 23 كروموزوم. المهم انها مور ذان 1 كروموزوم. طيب ايه كمان؟ هنا في ديفينيت نيوكليار ممبرين، النيوكليوس واضح اهي، ديفينيت نيوكليار ممبرين، هنا مفيش نيوكليار ممبرين. في الايوكاريوتيك بيبقى في جوه النيوكليوس في نيوكليولاي، هنا مفيش نيوكليولاي. يبقى في اربع فروق دلوقتي: ريجيد سيل وول، 1 كروموزوم فولدد ابون اتسلف، انما هنا في مور ذان 1 كروموزوم، في نيوكليار ممبرين وفي نيوكليولاي، والسيل فيري بريمتيف وما هواش ثيك، ما هواش ريجيد. طيب ايه كمان؟ النيوكليس هنا بتدي ماسنجر ار ان ايه، يقوم يبقى فيه رايبوزومز تعمل البروتين سينسس، كذلك في الايوكاريوتيك سيل. السيل في الايوكاريوتيك فيها ميتوكوندريا، ودي بتعمل اوكسيديشن فوسفورايليشن، يعني ريسبيريشن كده بالبلدي، اوكسيديشن فوسفورايليشن. هنا بقى مفيش ميتوكوندريا، امال تتنفس ازاي؟ وجدوا ان السيتوبلازمك ممبرين فيه شويه انفاجينيشنز كده اهو. الانفاجينيشنز ده هي بنسميها الميزوزوم، اسمها ميزوزوم، والميزوزوم دي هي السايت اوف ريسبيراتوري ميكانيزمز او اوكسيديشن فوسفورايليشن. ده الفرق بين البروكاريوتيك والايوكاريوتيك. فانا هتكلم دلوقتي على البروكاريوتيك سيل اللي هي البكتيريال سيل. البكتيريال سيل بقى عبارة عن ريجيد سيل وول تحتيه فيري فاين سيتوبلازميك ميمبرين، في انفاجينيشنز اللي لسه قايلينها دلوقتي اسمها ميزوزومز with the sites of oxidation phosphorylation، في 1 كروموزوم folded upon itself، وفي الرايبوزومز اللي بيجي لهم تاشيره الماسنجر ار ان ايه يترجموها الى بروتين لازم للخليه، ويبقى ده الميتابوليزم بتاع الخليه. خلاص؟ طيب تعالوا نتكلم على حاجة مهمة قوي اللي هي البكتيريال سيل وول.
السيل وول بتاع البكتيريا ده فيري ريجيد، بط الاستيك. ايه ده؟ ايه الكلمتين دول؟ حاجه ريجيد والاستيك، يعني ايه ريجيد؟ يعني صلب. عارفين الكابلات بتاعت الكهرباء الكبيره دي؟ دي فيري ريجيد، لكن ممكن يحودوها كده تحت الارض ويجيبوها كده، يبقى هي كان بي فليكسبل. طيب الريجيديتي دي يبقى هي ريجيد والاستيك. طيب الريجيديتي دي سببها ايه؟ سبب الريجيستي بتاع البكتيريا السيل وول هو حاجه اسمها ان اسيتايل ميو اوراميك اسيد، ماسك فيه ان اسيتايل جلوكوزامين وشويه اسيد اسمه تايكويك اسيد. الاثنين دول هم اللي بيعملوا الريجيديتي. لو انا كسرت اليونيون بتاعهم يبقى انا بوظت السيل وول. وهقول دلوقتي ايه السيجنيفيكانس بتاع السيل وول انه يبقى فراجايل ويتكسر. دول بيعملوا طبقه كبيره اسمها بيبتايدو جلايكان. يبقى السيل وول فيه ا فيري ريجيد لاير اوف بيبتايدو جلايكان مكونه من ان اسيتايل ميوراميك اسيد وان اسيتايل جلوكوزامين. لو حصل اي ليكج في دول فالبكتيريا السيل وول بيحصل فيه ليكج ويتقطع، يقوم السيتوبلازميك ميمبرين يخرج باي اوزموزس بره والخليه تفرقع وتموت الخليه. وده اللي بيعمله حاجه من الانتيبيوتكس اللي هو تعرفوه باسم البنسلين. البنسلين بيكسر البيبتايديشن بتاع الان اسيتايل مع الجلوكوزامين مع انت اسيتايل نيورامين، فلما بيكسرهم بيحصل ان بالاوزموزس السيتوبلازمك يخرج يفرقع، يخرج السيتوبلازم من السيتوبلازمك ممبرين والخليه ديسترويد. طيب لسه بنتكلم على السيل وول. السيل وول ده حاجه كده يعني مغلقه، قال لا ده فيها سمول بورز، سمول بورز بتدخل النيوتريشن وتخرج الويست برودكتس، تمام؟ بس بتدخل اي حاجه، يبقى هي مش سيلكتيف، دي باسيف بيرميابيلتي، ما دام بتدخل اي حاجه باسيف بيرميابيلتي. الحاجات دي يفرضوا فيها سموم اهي دخلت، انما السيتوبلازميك ممبرين بيبقى اسمه سيلكتيف او اكتيف بيرميابيلتي. يبقى عندنا باسيف بيرميابيلتي واكتيف بيرميابيلتي، اكتيف وباسيف، تمام؟ يبقى دي حاجه مهمه جدا برضه. البكتيريا سيل وول بيتدخل ان هو يعمل كده لجوه وكده جوه الخليه تنقسم. وجينا هنا بقى فرق بين البروكاريوتيك واليوكاريوتيك، ان البروكاريوتيك كان بي ديفايدد باي باينري فيشن، الانقسام الثنائي البسيط. ادي الخليه اهي شايفينها دي كده، تروح عامله كده بك تبقوا اثنين، يبقى هي ده اسمه باينري فيشن. اثنين الواحده تبقى اثنين، الاثنين اربعه، اربعه ثمانيه، ثمانيه 16، 16 32 وهكذا، تفضل في الحكايه دي. طيب السيل وول ده انا بستخدمه كطبيب في ايه؟ ان انا عندي سيرتن انتي بايوتكس مضادات حيويه اقتل بيها البكتيريا دي، ان انا اكسر لها السيل وول. زي اول حاجه اللي قلناها البنسلين، تاني حاجه سيفالو سبورين او كيفالو سبورين زي ما تنطقوه، بنسلين سيفالو سبورين، دول من الحاجات اللي بيشتغلوا على البكتيريا سيل وول. في حاجه اسمها سايكلوزيرين برضو بيشتغل على السيل وول، انما دول الاساس بتاعنا البنسلين والسيفالوسبورينز النهارده لما نبقى ندرس الانتي بايوتكس. طيب البكتيريا السيل وول ده مختلف من البكتيريا الثانيه؟ قالوا طبعا. في خواجه اسمه الخواجه جرام عمل صبغه يبقى اسمها جرام ستين، قدر يفرق البكتيريا انها ممكن تبقى جرام بوزيتيف
والبكتيريا تبقى جرام نيجاتيف. الجرام بوزيتيف بكتيريا بتاخد لون الميثايل فايوليت وتبقى فايوليت، تبقى لونها بنفسجي فاتح. الجرام نيجاتيف ما بتاخدش لان بيحصل ديكالرايزيشن باي اسيد، فبالتالي بتاخد لون سمره اسمها كاربول فوكس، هنشرحه ده كله، فبتدي لون احمر. احنا بنقول كده الالوان كده يعني بنفسجي واحمر. يبقى ده الجرام ستين. هل الجرام بوزيتيف بكتيريا فيها فرق بينها وبين الجرام نيجاتيف؟ طبعا. الجرام بوزيتيف بكتيريا فيها فيري ثيك لاير اوف بيبتايدو جلايكان وفيري ثين لاير اوف حاجه اسمها لايبو بولي ساكرايد. لايبو بولي ساكرايد اللي هي بيطلق عليها الاندوتوكسين، التوكسين الملتصق بالخليه على السيل وول بتاع الجرام نيجاتيف باسيلاي. نيجي بقى على الجرام نيجاتيف باسيلاي، بتبقى فيه ثيك لاير اوف لايبو بولي ساكرايد وفيري سمول لاير اوف بيبتايدو جلايكان. عاوز تفكروا معايا بقى، يبقى انا لما اعالج واحد مصاب بجرام بوزيتيف بكتيريا لازم اديله، او ممكن انجح في ان انا اديله بنسلين سيفالوسبورينز اند سو اون اللي هي الانتي بايوتكس ويتش كان اكت اون ذا بكتيريال سيل وول. انما لو جرام نيجاتيف اديلهم ازاي بنسلين؟ مش هينفع، لازم ادي ادويه ثانيه من اللي احنا هناخدها بقى في حصه الانتي بايوتكس او الانتي مايكروبيال درجز. ليها علاج ثاني خالص، ما اجيش انا لجرام نيجاتيف اورجانيزم زي بكتيريا اسمها اي كولاي واديها بنسل، عمري ما هخف ولا العيان هيخف. لكن ممكن ادي البكتيريا اسمها ستافيلوكوكس، ستريبتوكوكس، نيوموكوكس، دول كلهم ممكن اديهم الانتي بايوتيك اللي بيشتغل على البكتيريال سيل وول. انتهينا من البكتيريا سيل وول. احنا ما احناش يعني هنبقى علماء زي اساتذتنا بتوع كليه العلوم واقعد اشرح حته حته. انا اللي باخده من كليه العلوم ودي كليه العلم والعلماء، انا لما باخد منها باخد منها انا اللي استفيد بيه في الطب. نيجي بقى على السيتوبلازميك ميمبرين. السيتوبلازميك ميمبرين ده فيري فاين، فعشان كده ربنا خلق البكتيريا فيها ريجيد سيل وول عشان يحمي الفيري فاين او ويك سيتوبلازميك ميمبرين. ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل سيلكتيف بيرميابيليتي، يعني ياخد اللي البكتيريا عاوزاه ويطلع البكتيريا اللي مش عاوزاه، وده كله بيفوت بقى من البورز من المسام اللي موجوده في البكتيريا سيل وول. يبقى ده السيتوبلازم ميك ميمبرين، وسميناه كده ليه؟ لانه يحتوي على السيتوبلازم، ده كل ده اسمه السيتوبلازم بكل محتوياته. جميل. ايه كمان؟ برضه ده تارجت هدف لبعض الانتي بايوتكس، بعض الانتي بايوتكس اللي بتشتغل عليه وهناخدها برضه. وساعات السيتوبلازميك ميمبرين ده يبقى فيه استرول اللي هو موجود في حالات الفنجس الفطريات، ويبقى ده التارجت بتاع الانتي فانجل دراجز. خلاص؟ الحاجات بقى اللي بتشتغل عليها البكتيريا على السيتوبلازميك ميمبرين حاجه زي البولي ميكسن، بس ده نيفروتوكسن. بولي ميكسن ده في البكتيريا. في الفنجس بقى بيبقى الاسترول ده هدف للانتي فانجل زي النستاتين، ده من الحاجات الانتي فانجل المهمه. تمام؟ طيب خلصنا السيتوبلازميك ميمبرين. السيتوبلازم فيه ايه؟ فيه الرايبوزومز اللي هو بيستمع الى الماسنجر ار ان ايه اللي طالعه من نيوكليار بادي ويبتدي ترجمها الى بروتين. يبقى برضه ده تارجت ان انا اوقف الشغل ده خالص.
يبقى ده انا برضه تارجت اوف انتي بايوتيك. يعني في ناس بيعالجوا البكتيريا بانه يدوا دراجز ويتش اكت اون ذا رايبوزومز، وبالتالي البكتيريا هيجي لها رسائل مش هتعرف تقراها ولا تعمل فيها حاجه. زي ايه؟ زي الكلورانفينيكول، زي الستريبتومايسين، زي الاريثرومايسين، كل ده بيشتغل على الرايبوزومز. خلي بالكم من بعض البكتيريا دي، بعض البكتيريا بيوجد فيها بادز بنسميها انكلوجن بادز او انكلوجن جرانيولز، خليها جرانيولز احسن عشان ممكن نقول انكلوجن بادز دي بتبقى في الفيروس. انكلوجن جرانيولز، الانكلوجن جرانيولز دي ستور اوف نيوتريشن ممكن البكتيريا تحتاج لها، وده بتبقى موجوده في بعض البكتيريا وممكن اتعرف على البكتيريا من وجودها، زي الميتا كروماتيك جرانيولز اللي موجوده في ميكروب الدفتيريا لما نيجي ندرسها الدفتيريا. في كمان حاجه اسمها بلازميد، بلازميد، البلازميد ده اكسترا كروموزومال دي ان ايه، يعني دي ان ايه بس مش لازق في الكروموزوم. ده البكتيريا مهم قوي ليها ان هي ممكن تنقله منها لوحده ثانيه صاحبتها، فالبلازميد ده او دي ان ايه الاكسترا كروموزوم ده بيبقى حامل مثلا جين لسيرتن دراج ريزيستنت، فتتحول البكتيريا من دراج سنسيتيف يعني كان ممكن اموتها بالدراج ده الى دراج ريزيستنس عن طريق دخول البلازميد ده، خروجه اللي هو الداخلي ده خروجه يروح لبكتيريا تانية ما عندهاش البلازميد ده، فتصبح البكتيريا التانية عندها ريزيستنس. ده بنسميها كونجيوجيشن، كونجيوجيشن. طيب في ايه بقى في الاستراكشر بعد كده؟ في شعيرات رفيعه جدا خارجه ما بين البكتيريا السيل وول والسيتوبلازم، وفي شعيرات طويله جدا خارجه من السيتوبلازم. الخارجه الطويله دي اللي خارجه من السيتوبلازم نسميها فلاجيلا، ودي رجلين البكتيريا اللي بتتحرك بيها، ذا لوكوموتور سيستم اوف بكتيريا. انما الشعيرات الصغيره دي بنسميها بيلاي او فيمبريا، بيلاي او فيمبريا. الشعيرات دي استخدمها البكتيريا تو ادهيفز اتسيلف ادهيجن، تلزق في الهوست ما تنزلش، تلزق بغير عشان تعرف تتمكن منه وتعمل كولوني على العضو اللي هي لازقه عليه. اقول لكم بس دلوقتي بكتيريا في اليورينري تراكت انفكشن، لو ما لزقتش على الميوكس ممبرين بتاع اليوريثرا، طب ما هو اليورين هو نازل هينزلها، لا هي بتبقى لازقه بايه؟ بالفيمبريا دي. في 6 بيلاي، 6 بيلاي، يعني البيلاي دي يا اما فور ادهيجن يا اما فور سكس. يعني ايه فور سكس؟ دي بقى ابتدوا يقولوا ان البكتيريا فيها ميل وفيميل، فبييجوا يلزقوا في بعض بالسكس ويمر البلازميد ده من الانبوبه، من الانبوبه دي اللي هي بنسميها الفيمبريا، من بكتيريا وتلتقطها بكتيريا اخرى. يعني دي بتخش في برضه في الكونجيوجيشن. طيب في حاجه ثانيه قالوا البكتيريا لما تخش جسمي اول حاجه بتقابلها الفاجوسايت. ففي بكتيريا تروح عامله حوالين نفسها كبسول، شايفينه؟ معلش الوايت بورد اتملت كلام. كبسول، هذا الكبسول بيبقى انتي فاجوسايتس، بيطرد الفاجوسايت ات ويل ريبيل، ريبيل يعني ليه ريبيلنت اكشن، قوه طارده للفاجوسايتس، فالفاجوسايتس ما بتعرفش تاكلها والبكتيريا تتكاثر بسرعه، زي نيومو كوكس، ميكروب اسمه نيومو، ونيومو ده جاي من نيمونيا، التهاب رئوي، نيومو كوكس يعني المكورات اهي المسببه لميكروب الالتهاب الرئوي، دي ليها كبسوله.
طيب في بكتيريا تانية في الـ unfavorable environmental condition، يعني الجو اللي حواليها مش عارفة تاكل ولا تشرب ولا عارفة تعمل أي حاجة، ولا الـ pH بتاعت الميديا كويسة، ولا في نيوتريشن، ولا في حاجة، فتبتدي تتحوصل أو تتجرثم، وده اسمه سبور فورم اوف بكتيريا. كل ده هيتشرح. تعالوا بقى ايه نتكلم كلمه كده مع بعض، عايزين نفهم بعض فيها كويس قوي. العربيه بتاعتي عباره عن ايه؟ عباره عن بودي وموتور وكراسي ودريكسيون. دي العربيه بس، موتور وبودي وكراسي فيه ودريكسيون بحرك. تمام. الموتور طبعا يشمل كل حاجه بقى. ده اسمها الاسينشال ستراكشر اوف بكتيريا. فلما يجي لكم سؤال او حد يسالكم ايه هي الاسينشال ستراكشر بتاع البكتيريا؟ طبعا السيل وول، طبعا السيتوبلازميك ميمبرين، طبعا النيوكليار بودي، مش كده ولا ايه؟ طبعا الرايبوزومز، ما ده كله ده السيل وول عشان يحميها، وسيتوبلازميك سيلكتيف بيرميابيلتي، والنيوكليس عشان تدي الاوامر للرايبوزومز، والسيتوبلازميك ممبرين والكلام ده كله اللي احنا قلناه، ده اسمه اسينشال. لكن في بكتيريا ما بتتحركش، نون موتايل، ملهاش فلاجيلا، دي مش هتعيش؟ لا هتعيش، يبقى دي حاجات اكسسوار بقى. اجيب العربيه اكسسوار، اجيب لها حاجه اعلقها جوه العربيه، اجيب لها فرش، اجيب لها ازاز في مي، يبقى ده حاجات كلها اكسسوارز. فاول حاجه اكسسوارز هي الفلاجيلا. تاني حاجه اكسسوارز اللي مش موجوده يعني في كل العربيات، اللي مش موجوده في كل البكتيريا، الكبسول، السبور، الفيمبريال، الانكلوجن جرانيولز، البلازميدز، دي كلها حاجات اكسسوارز، اكسسوارات. يبقى لما اجي اقول لك all the following are essential structure of bacteria except cell wall essential، cytoplasmic membrane essential، nuclear body essential، ribosomes essential. تمام؟ ادي اربع حاجات اهم essential، اروح حاطط لكم فيها ايه؟ فلاجيل، يبقى ايه ده الاكسبت، او احط فيمبري، او احط كبسول، او احط سبور. يبقى في اسئله متنوعه اللي هنقولها مع بعض بعد كده. نسيت كمان اقول لكم على حاجه مهمه قوي، انا عمال اقول تارجت اوف انتي بايوتيك، كل حاجه فيها تارجت اوف انتي بايوتيك. طيب وبعدين؟ طب ما هو الرسائل اللي بتطلع من نيوكليار بودي انا اقدر اوقفها، يعني اشتغل على النيوكليار بودي برضه، دي انتي بايوتكس وانتي مايكروبيال دراجز، يبقى دي كلها حاجات بتشتغل اللي هناخدها في حصه الانتي بايوتيك بقى. محدش يقعد ايه يقول مش عارف، كل حته في البكتيريا ليها تارجت للانتي بايوتيك انا بختاره. هنتكلم بقى على الاكسسوارز. اول اكسسوارز اللي هي الفلاجيل، الفلاجيلا دي اهي، ادي البكتيريا السيل وول، وادي السيتوبلازميك ممبرين، وادي النيوكليار بودي، وادي الفلاجيلا. الفلاجيلا دي مكونه من بروتين اسمه فلاجيل، وده انتجن. اي بروتين انتجن، ما انتوا عارفين لارج موليكولار ويت ولارج موليكولار سيرفيس، يبقى اذا الفيمبريا از انتيجينيك عشان الجسم يطلع لها انتي بودي. تقوم تطلع لي لسانها من ناحيه واحده كده، دي اسميها مونو ترايكس او ترايكيت، يبقى البكتيريا دي مونو ترايكيت، يعني ليها فلاجيلا مطلع لي لسانه من حته. ممكن تطلع من هنا ومن هنا، يبقى بتطلع رغما عن انفي. هنا بص تطلع هنا ما شاء الله، فدي نسميها رغما عن انفي، يبقى اسمها انفي ترايكيت. طيب ممكن تطلع من حوالين البكتيريا كلها. ايه اللي حوالين القلب؟ البيريكارديوم، بيريكارديوم غطاء القلب، يبقى بيري يعني حوله، فدي بنسميها بيري ترايكيت. طيب ممكن تطلع عامله زي الليفه كده، يا من ناحيه واحده زي ما انتم شايفين كده، يا من ناحيتين، يبقى ليفه عامله زي الليفه، يبقى دي اسمي لوفو ترايكيت. بس خلي بالكم من ناحيه واحده او من ناحيتين يبقى اسمها لوفو ترايكيت. دول كلهم انتيجينيك
وهذا الانتيجين بتاع الفلاجيلا بنسميه اتش انتيجين. مش هقدر اقول بقى فلاجيلار انتيجين وكلام كبير كده، هو ده اتش انتيجين. طيب نيجي على البكتيريا اللي هي بتاعت الالتهاب الرئوي، قلنا حواليها كبسول. الكبسول ده بولي ساكرايد، يبقى هبتد، ما هوش انتيجين، لان هو بيبقى انتيجين ليه؟ لما يكون الكوكاي جوه البروتين. احنا قلنا الانتيجين لازم يلزق في كارير الهبتن قصدي، تمام؟ عشان تصبح انتيجين، ده بولي ساكرايد. الكبسول ده ايه؟ انتي فاجوسايتوزيس. ده افرازات منين؟ من السيل وول، تقعد تفرز كده، تفرز الافرازات دي تتجمع وتعمل الكبسول. انا قلت لكم ان البكتيريا فيه جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف. طبعا. طيب الكبسول بقى بيتصبغ بايه؟ لا ما بيتصبغش بالجرام، بيتصبغ بصبغات معينه زي حاجه اسمها ميوريز ستين، صبغه النيموكوكال الكبسول. طب هو مفيش غير الكوكاي؟ لا ده فيه باسيلايا خطره جدا بيستخدموها في الحروب دلوقتي، اللي هي باسيلس انثراسيس، ميكروب الجمره الخبيثه. باسيلس انثراسيس بتعمل مرض اسمه الانثراكس او الجمره الخبيثه، او البالمونري نوع تاني، بالمونري انثراكس، يموت على طول، قنبله تضرب، زي ما كانوا بيتهموا العراق ان هم عندهم هذا الميكروب، يضربوه في قنابل تطير في الهواء، الناس تشم يجي لها المرض ده. ده ليه كبسول برضه بيحميه للفاجوسيتوزيس، فده اسمه، هذا الكبسول بيبقى مش بولي ساكرايد، بولي بيبتايد، وبرضه ليه صبغه معينه زي بولي كروميك ميثيلين بلو، يعني ميثيلين بلو معتق، يعني مخزون في الادراج بتاع المعمل من 5 لـ 7 8 6، كل ما نسيبه بعد 5 سنوات بيبقى اسمه بولي بيبتايد كبسول. دي كلها حاجات ايه؟ اكسسوارز. الجو مش مناسب، مفيش نيوتريشن، مفيش اكسجين مثلا، مفيش اي حاجه بتستخدمها البكتيريا، البي اتش زي الزفت الموجوده. طيب ايه الحكايه بقى؟ تعمل ايه؟ تروح البكتيريا لما شويه السيتوبلازم كله حوالين النيوكليار بودي بتاعه تروح عامله كيراتينايزد وول ريزيستنت للانفايرمنتال كونديشنز دي، وده بقى يقع كله. هذا السبور اللي هو محتوي على ايه؟ على سيتوبلازم كونسنتريتد مع النيوكليار بودي، تمام؟ يا اما يبقى في وسط البكتيريا، يا اما في طرف البكتيريا كده، يا اما في الطرف برضه بس وارم كده، عامل زي عصايه الطبله، ده بنسميه درام ستيك. هذه السبورز ومكانها وتكوينها ده بيخلينا نتعرف على البكتيريا. يعني مثلا عامله زي الدرام ستيك دي بيبقى ميكروب التيتانوس، اللي في الوسط ده هو برضه ميكروب الانثراكس، يبقى الميكروب الانثراكس ده خطير جدا، بيعمل سبور اوتسايد ذا بودي وانسايد ذا بودي بيعمل كبسول. بيعمل كبسول انسايد ذا بودي ليه؟ عشان انتي فاجوسايتس. طب يعمله بره ليه؟ السبور عشان الباد انفايرمنتال كونديشن، يعني عايش. ممكن يبقى اوفل وسب تيرمينال، ما هوش تيرمينال بالجنج، اوفل كده، وده زي ميكروب الجاز جنجرين، الغرغرينا الغازيه، جاز جنجرين، يبقى السبور. السبور از انتيجينيك. طب والكبسول از انتيجينيك، بنسيب مي سي انتيجين. طب البكتيريا مش لها سيل وول؟ ما هو ده انتيجين. قالوا اه نسميه او انتيجين. يبقى احنا النهارده خدنا انواع البكتيريا الانتيجين، البودي انتيجين او، الفلاجيلر اتش، الكبسول اتش، الكبسول الكبسول سي، تمام؟ الفلاجيلا اتش، السيل وول او، الفيمبريا اف. يبقى كل جزء في البكتيريا انتيجين، زي ما قلت لكم كده، ادي قلم اهو بكتيريا دخل الجسم، جسم يكون انتي قلم عشان يتخلص منه، بس هو بيكون انتي بلاستيك وانتي حبر وانتي حديده اللي بتكتب، يبقى ده كل جزء منهم انتيجين، تمام؟ يبقى ده الحاجات اللي لازم تبقى
معروفة في البروكاريوتيك سيل ألا وهي البكتيريا.